متتبعي قناة عالم الصيدلة، مرحبا بكم في فيديو جديد آخر إن شاء الله. في الفيديو السابق كنت تحدثت على مشكل ديال تساقط الشعر عند الرجال وعند النساء والأسباب ديالو والعلاج. كنت تطرقت إلى واحد مكمل غذائي، واحد الشامبون لعلاج تساقط الشعر وطريقة ديال الاستعمال ديالو. وفي هذا الفيديو إن شاء الله بغيت نزيد واحد الإفادة اللي هي مهمة جدا لتساقط الشعر، أن هناك بعض الزيوت تستعمل للحفاظ على الشعر بطبيعة الحال، لأن من المشاكل اللي كتضعف الشعر وكتفقد ليه الحيوية هو التقصف والتساقط. لهذا جاء دور الزيوت لمعالجة هذا المشكل، لأن واحد الخاصية في الزيوت أنها كتعالج مشكل ديال تساقط الشعر وكتعطي نعومة ديال الشعر دون أضرار جانبية. هناك مجموعة من الزيوت كتعطل الشعر، مثل زيت الزيتون، زيت الخروع، زيت اللوز، زيت جنجوبا، زيت أرجان، زيت الثوم، كلها يعني زيوت مخصصة للشعر. إلا أنني في هذا الفيديو غادي نتطرق إلى 4 زيوت، وهناك زيوت أخرى، إلا أنني لحد الآن أملك 4 زيوت للشعر وتعمل لهم خلطات من أجل تقوية الشعر وكذلك ضد التساقط ديالهم. بطبيعة الحال هناك ما تلاحظون هذه كتسمى زيت الثوم، او بالفرنسيه ويل دايل. هذه زيت الثوم، زيت الثوم كما تعرفون فهي غنيه بالفيتامينات والمعادن، وكتخلي الشعر دائما يكون قوي. وهناك كذلك هي زيت دارغان، زيت ارغان او ويل دارغان. هذا الزيت موجود في المغرب فقط، لان شجره الارغان توجد في المغرب فقط. زيت أرغان هو معروف هو يعني بمضادات الأكسدة. إلى جانب زيت أرغان هناك زيت الخروع، زيت الخروع الكل يعرفها، يعني زيت الخروع هي كتعطي نمو الشعر وكذلك من ويقلل التساقط ديال الشعر، زيت الخروع. وكذلك زيت داموند أو ما يسمى بزيت اللوز، زيت اللوز كذلك فهي غنية بالفيتامين او والدهون الصحية وقد تعطي للشعر. اذا هنا 4 زيوت. كذلك لكي لا انسى هناك زيت الزيتون معروفة، وكنصيحة انا كنفضل يعني اقتناء الزيتون من المعاصر، لان الزيت التي تباع في الاسواق فيها بعض الشبهات، من الاحسن اقتناء زيت المعاصر. اذا ها هما 4 زيوت امامكم، هناك زيت اللوز، زيت الخروع، زيت أرغان وزيت الثوم، كلها زيوت تعطى للشعر. أما طريقة الاستعمال ديال هاد الزيوت إن شاء الله، فكتخذ ملعقة كبيرة من زيت الثوم، وملعقة كبيرة من زيت أرغان، وملعقة كبيرة من زيت الخروع، وملعقة كبيرة من زيت اللوز، وقد تخلط وقد تضع في قنينة، يعني قنينة. وبالنسبة لطريقة ديال الاستعمال على الشعر، فهي أولا يجب تبليل الشعر بالماء ووضع هذه الزيوت المخلطة يعني في قنينة، ويدهن بها الشعر، يدهن بها الشعر جيدا على شكل دائري لكي تحفز فروة الرأس. ومن بعد يجب تغطية الرأس بكيس بلاستيكي لمدة ساعتين تقريبا، لمدة ساعتين. ومن بعد ساعتين يغسل الشعر بشامبو، ومن الأحسن شامبو ديال تساقط الشعر. هذا فيما يخص أفضل خلطة زيوت للشعر. إذا عجبكم الفيديو ديرونا اشتراك أو لايك إلى فيديو آخر إن شاء الله، وإلى اللقاء.